أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش. وأوضح بوتين في خطاب له أنه سيستخدم جميع موارد الدولة للدفاع عن الشعب الروسي، مشيرا إلى أن هدف موسكو هو تحرير منطقة دونباس شرق أوكرانيا. لحماية وطننا الأم وسيادته وسلامة أراضينا وضمان أمن أمتنا وشعبنا في الأراضي المحررة، أرى أنه من الضروري دعم مقترحات وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة بإعلان التعبئة الجزئية في روسيا. المواطنون الموجودون حاليا في الاحتياط فقط هم من سيخضعون للتجنيد، ويأتي في مقدمة ذلك كل الذين خدموا في القوات المسلحة ولديهم تخصص عسكري معين وخبرة ذات صلة. ستبدأ فعاليات التعبئة اعتبارا من اليوم 21 من سبتمبر. نقلت وكالة تاس الروسية عن الإدارة التي عينتها روسيا لإقليم خرسون بجنوب أوكرانيا قولها إن الأجزاء الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في منطقة ميكولايف المجاورة ستدمج في إقليم خرسون الذي تسيطر عليه روسيا. يعني هذا القرار أن المنطقة المدمجة ستصوت في الاستفتاء الذي سيجري في مطلع الأسبوع المقبل على الانضمام لروسيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أهمية الاستفتاءات التي يعتزم انفصاليون موالون لموسكو تنظيمها في مناطق أوكرانية. وقال زيلينسكي إن الوضع على خط المواجهة مع قوات روسية يظهر بوضوح أن زمام المبادرة مع أوكرانيا. نواصل إجراءات تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من القوات الروسية. الوضع على خط المواجهة مع القوات الروسية يظهر بوضوح انزمام المبادرة مع أوكرانيا، كما يتم تسجيل الوقائع الاعتيادية للفظاعة التي ترتكب. كان هناك إخفاء لجثث القتلى. أنا ممتن لجميع ضباط إنفاذ القانون الذين شاركوا في إثبات الحقيقة حول تلك الجرائم. نحن نتمتع بالدعم الكامل من شركائنا. نددت الولايات المتحدة بعمليات الاستفتاء التي تعتزم روسيا إجرائها لضم مناطق أو مناطق أوكرانية. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جان سوليفان إن هذه الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي، وأكد أنها لن تعترف مطلقا بنتائج هذه الاستفتاءات، واعتبر أن الاستفتاءات وخطة روسيا لاستدعاء مزيد من الجنود يعكس انتكاسات موسكو الأخيرة في الحرب وخسارتها لمساحة واسعة من الأراضي أمام الجيش الأوكراني. جدد الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إدانة الاتحاد لأي استفتاءات قد تجريها روسيا في إقليم دونيتسك وخرسون ولوهانسك، ووصفها بغير شرعية لأنها ستجري على أراض أوكرانية محتلة عسكريا من قبل موسكو. وقال بوريل إن استعدادات روسيا لإجراء استفتاءات غير قانونية داخل هذه الأقاليم ما هي إلا محاولة لإطفاء الشرعية على سيطرتها العسكرية غير القانونية، وتهدف إلى تغيير حدود أوكرانيا بالقوة في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة واستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية. اتهمت المجموعة المشغلة لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية إنروجوا توم
روسيا بقصف موقع محطة زبورجيا النووية في جنوب أوكرانيا وهي الأكبر في أوروبا. أكدت إنرجواتوم أن القصف قد ألحق أضرارا بأحد خطوط الكهرباء، ما أوقف عمل عدة محولات تابعة للمفاعل رقم 6 في المحطة، والذي أدى إلى تشغيل مولدات الطوارئ بشكل موجز. هذا وقد تعرض موقع محطة زابوريجيا للقصف، وذلك لمرات عديدة خلال الأشهر الأخيرة بعدما احتلتها القوات الروسية منذ الأسابيع الأولى لغزوها أوكرانيا في فبراير الماضي. أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده ستستضيف مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في 25 من أكتوبر القادم. جاء الإعلان خلال كلمة المستشار الألماني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. Да, проклятая.